راجي انا في المفاجآت. ايه ده؟ ما عندك شغله من الام؟ واحده ليك وواحده لسعاد. دي ليك انت؟ مفيش الجاره الغلبانه اللي في وشه. الجاره الغلبانه بس انت قعدت 3 ايام لو يا وشك واقف على نفسك الباب. دول ليك يا نور عينيا. قلبي يا بطاطا. انا عارفه ان ممكن حد من صحابك. انا طبعا مضيع حذر ايه. الصندوق دول لسعاد. ماشي يا بطاطا. ودولت لبسك كان عندي. ايه ده في الدولاب؟ تسلمي يا بطاطا. تسلمي يا بطاطا. بنطلون. هات هدومك اغسلها في الغساله يا محمد. ما عندي غساله جوه. لا هات هدومك اغسلها لك. اغسلها في الغساله. عينيا. النشاط الحلوه دي. هندو يا بطاطا. انا لسه واكل والله. ده ايه الطعم ايه ده؟ بكل الاطعمه. جبنه. مرته. دي بالشوكولاته. دي فيها شوكولاته. حتى يما. خلينا نخش الشوكولاته. لا مش عايز شوكولاته. طب خد دي حلوه دي جميله. ولا يبدو ولا حاجه. ايه رايك في هذا المأكولات؟ ده بيد امك. بيد امك. مين قال لك؟ ده جبنه. جبنه براميلي. مش ذواق ابدا. عليها لانشون. جبنه براميلي. هو انت مش شايف الاكل ليه؟ ماشي هو هو ايه ده؟ انا جايباه يا بابا اطيب. بلا هو هو ده انا بشتري اغلى حاجه. مش مين اللي جايبه؟ ياد. ياد يا صغنن. بيقول لك ياد. بمناسبه اللحظه السعيده ان احنا صالحنا مسلم الشوكولاته برضه عشان نازله مرته مش اكلها. لا محمد السجق جامد يا محمد. خد السجق اهو. لا ده سجق التقيله. تعرف انها مليانه سجق. ده بقى خطير. دوق بقى دي. عندك تونه. صدق صدق. خد يا صدق. ايه رايك؟ سجق. اوعى اوعى اوعى. وتونه وعامله لك تونه ومرته. نباتوا معايا. نبات معايا. دي ايه بقى؟ دي جبنه برضه. دي ودي ايه يا باشا؟ بشويه جبنه برضه. حلو كوبايه شاي يا محمد. الجبنه ممكن يا ياسمين هباتي معانا؟ اه عايز. بصي يا ماما اكلها. هباتي فين يا ماما؟ حلوه يا سوسو؟ نبات ان شاء الله. نبات هنا في الصاله. اي حاجه يعني. نبات في الاوضه دي ولا دي؟ اللي انت عايزه. دي مش ما نديهالكش. دي بتاع دي فيها شوكولاته. يلا نديها لبنت سعيد. خلاص انت خد ده وخد اتنين الجبنه وخد المرته. المرته تحفه. والسجق حلو وحش؟ سجق خطير. جايبه طبق سجق قد كده صغنن كده. كياس ولا بلدي؟ كياس. بلدي. لا مش بلدي. بلد. ولا اعرف حاجه عن البلدي. لا مش بلدي. ده بص اسمعني. البلدي في الثلاجه عندي. كياس اطيب. اسمعني. جايبه كيس اطيب قد كده ب 75 جنيه. بس اطيب انضف حاجه يا محمد. بس ياسمين جايبه 75 جنيه ما فيهوش 10 سجقات. احمد ربنا انك لقيتي اصلا سجق في الكيس. فعندي كيلو بلدي جوه. طب كنت اديني. كيلو بلدي؟ طب ما تديني. جابوا بكام يا محمد؟ ده بقول اللحمه البلدي ب 280. جابوا بكام بقى الكيلو متاكد؟ كان ب 160. كام ب 100؟ انت جايبه سنه كام ده ان شاء الله؟ ده سنه كام؟ لا لا يا عم انا حاجه غير ده الاسبوع اللي فات. لا ما فيش الكلام ده. لا ما فيش بلدي. بس هتقوم عليك مظاهره. البلدي انا جايباه ب 200 جنيه. ماما سليم عايز تاني طبعا. عايز تاني سجق. جعان. السجق لا مش هياكل الجبنه دي. ايه يا ماما؟ ده شوكولاته. لا انا عايز سجق. ما فيش سجق. في 50 جنيه. لا يا ماما في سبانخ. سبانخ؟ اه والنبى كنا عملنا بالسبانخ. كنا عملنا بالسبانخ. سبانخ. سبانخ ايه يا ماما؟ بتبقى جميله. ايوه معجنات السبانخ. مش فاهمكم. اعملي معجنات. وبالزعتر. استوب يا جماعه كده. اروح اجيب لابني. دي كلها جبنه؟ مين هيبات يعني ومين ماشي؟ اه عن نفسي ممكن هيبات عادي. انا هبات عادي بس عندي مشوار مع صاحبتي الصبح. ما تنزلي انا ماسكه. لا هسوق. امي مشاورك انت والسوق وصاحبتك كلها. كنت هجيب لك بطاطس وما شفتش. ما نزلتش بقى من ساعتها. هنزل بكره. كنت مستنيه بس حاجه كده وبعدين نزل. انا هطلع كيس لحمه عشان بكره اعمل بطاطس باللحمه. انت عندك لحمه؟ بجد؟ ايه ده؟ انت من الاغنياء عندك لحمه؟ لا اله الا الله. بيخاف من الحسد قوي. كل حاجه على كبده بس جوه. لا اله الا الله. محمد دلوقتي ما في مقاطعه والكلام ده فانت كده من الاغنياء. وعندي كبده. الله بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عندي فراخ بانيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله الله الله. فراخ بانيه. عاملين. طب تصدقي كنت طلعت خدت منه البانيه فكنت عاوز اعمل سندوتشات. وعندي لحمه مفرومه. الله. وعندي بانيه متبل في التلاجه. ماما تلاقيه اصلا ما عندوش ولا اي حاجه. عنده الخير. لا عنده كل حاجه. وعندي بانيه متبل في التلاجه على القلي والله. تحفه والله. بقيت باشا صوت ما طلعت لوحدك. انت ازاي عامل التتبيله فيها زيت؟ ايه
انا كتبت لك تعليق. طب ايه تتبيله البانيه؟ ايوه ماما كتبت لك تعليق. عادي البانيه بتتحمر في الزيت عادي. مش بس بتتحمر في الزيت. يلا ماشي حالك وانت ما بيتحطلهاش بس ما بيتحطلهاش بس هو حط لها فمش هتخسر حاجه. كده كده بتتحمر في زيت. واثر ايدك يا محمد موضوع التوابل. حط توابل كتير قوي. الكاميرا بتدي زوم على المعلقه. هي المعلقه بحط الفلفل كتير وكمون كتير. لا والله برجع الفلفل. وبعدين مفيش بني بتحط له كمون وكزبره ريح. أيوة. لا عشان الزفاره. لا مفيش الكلام ده. الكزبره كده كده بتحط مع اي حاجه محمد. انما الكمون عشان يشيل الزفاره بتاعت محمد الفلاك. دي لبده لولبيه بتاعتك. ريحي بس انت عملي فيها الابله فاضله وانت متعبش. المهم احنا هنستنى ناخد. انا ما بعرفش امي احكي لي عن مهاراتي. المهم البرياني عمل حاجه بقى. محمد مهاراتي في المطبخ. طب ايه اللي ما عجبكش؟ قولي ياسمين حاجه واحده اللي غلطت فيها في البرياني. ان انا ما كنتش المفروض ان انا اقلبه. كنت المفروض اشيل كده على طول كده اغلف كده. لا عادي بحس ان عادي يعني مش ازمه كلهم هياكلوا. في المعده ولا هيفرق مين اصفر. الشكل ايوه. بس انت كنت عاملاه بايه؟ بكركم ولا بزعفران؟ زعفران كل حاجه. لا هتعملي بزعفران ما تكتيش جنبه باي حاجه. ما تديلوش بقى ولا كركم ولا هو زعفران خلاص. انت كنت عاملاه بايه تاني؟ كركم وزعفران وكاري. ده كان ناس تجيب لنا عليهم 2 كيلو بويه زفره. ايه يما؟ ليه وانا بتمضمض بقى وانا لما انا زي بعد ما اغسل ايدي في صفار نازل. ممكن انت حطيت زعفران بس ولا عمرك تمسك الرز تلاقي ايدك اتصفرت. بقول لك ايه؟ ولا تمسح المنديل تلاقي ايدك اتصفرت. ما تقفوش ولا كاري. لا تكشف اي حاجه ولا زعفران ولا كاري ولا كاري. حاجه هدى هيعمل لي سمعه. الكبسه البرياني يا جماعه زعفران فقط لا غير. ولا كركم ولا بتنجان انت كنت حاططها ده. حتى حاجات بسيطه كده زحتر. انا مش همشي الاول. انت ازاي بتعلق على امك؟ دي طباخه. علق في الشباك. علق على نفسك انت اللي طبخه فاطمه. اديت كتير خلاص يا جماعه خناقه. انا علقت على الاكل اللي جالي. انت ما تعلقيش على البلاش فما تحكيش صح ولا لا. ده عجب مصطفى. مين ده؟ مصطفى وعجب احمد بيك. مصطفى مش حاجه مش ما عجبتوش الصراحه. عجب البرياني التحفه. ايه يا سليم؟ ست في ايه طيب؟ طب ما تعلقش على علق عليك انت. انا قلت لك كنت علق على الطاقه عشان سمحتك. ما تعلقش على الطاقه غيرك. ماشي يا احمد. بيقول احمد حلو قوي. احمد ده احمد جاي لك بكره؟ لو في مدرسه هجيبه. طب يلا ننزل يا جماعه عشان هو علق على البرياني فهننزل. مش انام معايا. مش انام عندك. كان ياما صينيتك كده اللي قلت لي اعمل لك كده وبيقول لك. ماما المفروض تعملوه بسيسه والدلع. حرام عليك ياما. سخن عليكي في ثانيه. ما لولي كنت مخنوقه يا ياسمين؟ فعلا امك الدنيا جايه عليا قوي. الدنيا جايه عليك يا ما معلش يا ستي. عندي جار ثلاث ايام ولا خبط ولا سال ولا حتى هاوب ناحيتي. اسكتي يا اما اسكتي. انا شايله جوايا كتير. الجار ده عنده اوضتين وشايل في الصاله. ومين اللي جه رزع الكنافه؟ كنافه حته كنافه صغيره مسكينه يتيمه. انا خدتها من امك والله. ده عدي تاني هتفصل يا ام بكر. يعني انت فكرت فيها وخبطت عليها؟ لا اديتها كنافه. بتقول لك ما سالش فيها ثلاث مره واحده بس. اقول لكم حاجه. محمد عنده الشقه ثلاث اوض بينام في الصاله. ما بينامش في حته غير. ازاي يا محمد؟ طول عمره بينام في الكنبه في الصاله. بس يا ماما يا روحي ايه لك في العجينه يا ياسمين؟ ماما عجبتك العجينه يا ياسمين؟ حلوه؟ حلوه؟ مش مكتوبه صح؟ والله يا ما انت انستونا وشرفتونا. قاعد لوحدك غلبان يا عيني. ما تنزل يوم كده تروح تبات عندنا. لا لا دلوقتي بقيتوا تتمنوني. مش قلت لكم هيتمنوني. انا اعزز نفسي براحة. الصراحه انا جيت اعزز نفسي ثلاث ايام بس جبت اخر خلاص. والله نقعد 10 سنين. ده انا كلمت صاحبتي قلت لها امتى بقى يصلحوني؟ امتى انا عايز انزل مش قادر. 10 سنين ولا شمت فيها حاجه. خلاص يلا حاضر. مستعجله يا بطاطا؟ لا انت عايز تقعد ال ال نصيبها. مش قلت هبته؟ ما عايز اقعد تاني. يعني من الاخر كده يا بطاطا هبات ولا نازلين؟ عايزنا نبات ولا انا مش عايزكم. انا مش نفسيكم. عايزنا نبات. هتكلف هتكلف. عايزين ايه يعني؟ لب بقى وحاجه ساقعه ونسهر بقى وشغل لنا تشيك. نفسي الاقيك بتتفرج على حاجه مفيده. ماشي. بص يا بص فيلم الكسندر يعني اعمل ايه طيب؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما الافلام دي احنا مش بنحبها. معلش خالص. من رايك في بيبس في عصير ولا ده ولا ده ولا ده؟ التونه حراقه نار. فين التونه دي؟ ايه هو انت جبت بيضه بكام؟ ده من امين سايب. ده من امين سايب. والله حلو. بكام بكام يا محمد؟ عشان الناس اللي جوهم خدوا الطباق من على تلاجه بيتي وفضوها.
خمس ليش طبق. اتفضل انا ما اتخش عندك حاجه. ده طبقي. اتفضل ايه ده طبقي. ده بتاعي انا اللي جايبه. الله مين اللي جايب لك ده؟ ده ايش اسمها يا ابي الاب الابس الناحيه الثانيه اهو. بص يا اسمي لقيت. لا انا عايزه اللب الاسمر ده. ما في تاني اسمر في جوه. الله امي شكلنا مبات. ايوه الله على اللب. لقيت لقيت هنا عصير جامد قوي لسليم ابني. ما عندنا عصير تحت ياسمين. لا لا هنا بيست يما. انا شطه قوي كده ليه؟ هي التونه شطه. تونه حراقه. استنى افتح. هي التونه حراقه قوي؟ حلوه جميله. لا حراقه جدا. عايزه ادوق. بس هنا فلفل. ايه رايك في السندوتشات؟ لا لا حراقه جدا. التونه يا ابني حراقه. دوقني ادوق. عارف التونه اللي هي المفتفته الحراقه. بس دلعك انت عايزه ملح. نفسي محمد ابني والحلو قوي. دايما ما بيعجبوش العرب ولا الصيام حتى في رجل. الله حراق قوي. انا شربت عصير عشان ودلع قوي. لا بس نور. احلى حاجه في شقته اللب. شقته اللب. الصواري جنبه. لا الناس ده قصدي صعب السندوتشات. ماشي يا جماعه اشوفكم على خير. دي حته كده من نبله رايقه عن الساعه 2 بالليل. انا باجي لك في اي وقت. المفروض مخبط عليك الساعه 4 الفجر صح ولا لا؟ ماشي. اي وقت يا محمد رن عليا اجيب لك الكل. اي وقت خبطوا عليا يعني فاكريني يعني بعمل حاجه يعني ولا ايه؟ يا حبيبي خبطوا عليا يعني معلش عشان اديك اعشيك. طب دول المرته. قولي تنزل السلام عليكم عشان ايه؟ انزلوا يلا. باي باي. يا رب يكون السندوتشات عجبته. بس هو بيبالغ يا جماعه في موضوع البرياني. مفيش حاجة اسمها ان يمسك الاكل كده يتفر. ما تقفرش. ولا كركم. بص ابني. ولا خلاص مش هنعملها كده. ماشي. يا سلام عليكم. هننزل ولا هنبات يا محمد؟ يلا ننزل.